يا صباح الزمالك على حضراتكم جميعا، واهلا وسهلا بيكم. شمس نهار جديد بنبتدي معاكم ليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، وحلقه جديده بنهار ابيض جديد علينا وعليكم ان شاء الله. اللهم اكتب لاخواتنا في فلسطين نصرك يا عزيز يا مبين، وانتقم من الظلمه المجرمين قتلت الاطفال عن قريب ان شاء الله. بعد 4 انتصارات متتاليه للزمالك بكل اتقان وثبات وتميز، سواء على الصعيد المحلي او الافريقي، كان مفترض ان الزمالك يقفل النهارده الملف القاري علشان يوجه بقى كل تركيزه ناحيه الملف المحلي، وتحديدا طبعا مسابقه دوري نايل اللي كان مقرر ان احنا نلعب فيها الليله مع زعيم الثغر فريق الاتحاد السكندري. ولكن لاسباب تسويقيه بحته في الكاف طبعا خلى ان يحصل فيه تغيير في موعد مباراه الزمالك وسجرادة الانجولي اللي هتكون كمان 24 ساعه علشان تتلعب يوم السبت اللي جاي بدلا من الحد. وبالتالي تواصلت اداره نادي الزمالك بكل سرعه مع اتحاد الكره لتاجيل مباراه الاتحاد السكندري اللي كان مقرر ليها النهارده ان هي تتلعب، بعد قرار طبعا من الكاف بتقديم مباراه سجرادة ليوم السبت. والحقيقه يا جماعه انه بتغيير يعني المنافس والبطوله، فبالتاكيد برضو الجهاز اللي هيغير خطته ويبدا بسرعه ان هو يحضر للمنافس الانجولي اللي بيعتبر ان هو احد المنافسين المباشرين للزمالك في مجموعته بالكونفدراليه، وبالتالي طبعا هي مباراه مهمه جدا ومباراه مش سهله، مباراه برضو ضمان الصعود فيها بتتخطى ال 95% ان شاء الله. ممكن حد يقول لك والله كان نفسنا نشوف الزمالك الليلة دي، وياريت كانت مباراة الاتحاد هي يعني اتلعبت في ميعادها لأنها كانت هتيجي في توقيت ممتاز للزمالك نفسيا ومعنويا، لأن احنا عارفين طبعا في لغة الكورة الفوز بيجيب فوز، والانتصار ورا انتصار بيحقق طبعا نوع من أنواع الثقة اللي بتخليك تقدم كل اللي عندك وانت مطمن، وبالتالي طبعا شخصية البطل اللي بيتمتع بها نادي الزمالك كنادي كبير وعظيم ومنافس على البطولات باستمرار كانت هتقوى، وكانت هيكونوا عندهم ثقة أكتر وحماس أكتر على الفوز. ولكن رب ضارة نافعة، لأن الراحة من الدوري واللي جت إجبارية بسبب تغيير ميعاد ماتش سجرادة الأنجولي في ظل طبعا استحالة لعب الزمالك مباراتين في ظرف 48 ساعة، وبالتالي هي قد تكون فرصة بسيطة لالتقاط الأنفاس للعيبة والفريق طبعا اللي بقاله 10 أيام بيلعب ما بين مسابقة محلية ومسابقة قارية هنا وهناك، ويكاد يكون هو أكتر فريق في مصر خاض مباريات في الفترة الأخيرة أو الفترة اللي فاتت دي. يعني إحنا لعبنا قصاد أبو سليم الليبي يوم الأحد يوم 26 نوفمبر، ثم مودرن فيوتشر يوم الأربعاء 29 نوفمبر، بعدها واجهنا سوار الغيني يوم الأحد كان 3 ديسمبر، وكان المفروض إن إحنا هنلعب مع الاتحاد النهاردة 7 ديسمبر، وبعدين هنرجع نلعب سجرادة يوم الحد اللي جاي اللي هو 10 ديسمبر، وبعدين نرجع تاني علشان نلعب ضد المصري في طبعا مسابقة الدوري يوم الخميس اللي جاي 14 ديسمبر. فكان ضغط ماتشات كبير جدا ومباريات كتيرة قوي ورا بعض، ومش بتلحق ان انت حتى تعمل استشفاء الاستشفاء المطلوب للعيبة، ضغط بدني ونفسي على فكرة كبير جدا على اللعيبة. ولكن احنا بنرجع ونقول ان الزمالك في الفترة دي ماشي كويس، وبالتالي الجمهور لو عليه هو نفسه يشوف الفرقة بتلعب كل يوم. انت عندك دفاعات الزمالك مثلا بتمر بمرحلة من الاستقرار والانضباط التكتيكي المميزة جدا مع كابتن معتمد جمال، وده بيترجمه ان الزمالك في اخر 3 مباريات ليه الحمد لله ما استقبلتش شباكه ولا هدف، سواء وانت بتلعب 3 ورا او بتلعب ب4 او بتهاجم او حتى بتحافظ على النتيجة. ولكن في توازن والتزام من اللعيبه كلها بمراكز يعني بالمراكز اللي هم محطوطين فيها، وغاب الاندفاع الغير مبرر والمساحات الكبيره اللي احنا كنا دايما بنشوفها بين خطوط الفريق واللي كانت بتتسبب في استقبال كم هايل من الهجمات طبعا على مرمى نادي الزمالك، وبالتالي استقبال اهداف بنستقبل اهداف في كل مباراه لينا، الجزئيه دي يمكن بشكل كبير اختفت. وعلى الجانب الآخر هجوميا يا جماعة برضو البعض بينسى أو ممكن يتغافل يعني على حاجة مهمة قوي، وهو أن الزمالك بعد مرور 7 جولات في الدوري وخوضه ل7 مباريات هو أقوى هجوم في المسابقة،
اقوى من بيراميدز المتصدر، واقوى من النادي الاهلي، واقوى من زد وفيوتشر وكل الفرق المميزه في الموسم الحالي ده، اللي هو اصلا ما بداهوش الزمالك بافضل ما يكون عنده. فما بالك بقى لو الفرقه دي يا جماعه كانت ماشيه كويس من البدايه. الزمالك مسجل 14 هدف في 7 مباريات بمعدل هدفين كل ماتش، وتحت قياده كابتن معتمد جمال تحديدا، مش بس الدفاع اللي اتظبط بشكل واضح، ولكن هجوميا كمان يا جماعه في فرق كبير قوي. احنا ماشيين كويس قوي هجوميا، احنا سجلنا 3 اهداف في مرمى بيراميدز، وهدف في لقاء ابو سليم، ثم هدفين في ماتش فيوتشر، ثم رباعيه في ماتش سوار الغيني الاخير. يعني احنا مسجلين 10 اهداف في 4 مباريات بمعدل يزيد كمان عن معدل تسجيلنا في مسابقه الدوري. ماتش بعد بكره ده بقى يعني اللي تعادل معاه مهم قوي، ومهم ان انت تكمل فيه على اللي احنا بنقوله ده. مهم قوي ان احنا نواصل السير بثبات وبقوه، ونستمر في تحقيق المكاسب والانتصارات، ومهم قوي ان احنا نوصل للفوز الخامس على التوالي، وان احنا نحسم تاهلنا لربع النهائي في الكونفدراليه الافريقيه كمتصدر، علشان نقفل ملف افريقيا مؤقتا، وانت مرتب ورقك للي جاي، وان انت تحول كمان تركيزك على ان انت تهتم شويه بقى محليا، وتنتظم وتتقدم اكتر في جدول ترتيب الدوري بعد بدايه كانت ممكن نقول عليها مهتزه او غير مرضيه لكل جماهير القلعه البيضاء. وعلى ذكر كمان جمهور الزمالك، فده يا جماعه العنصر الوحيد في المعادله اللي مش محتاج ان هو يتوصى، وده دايما احنا بنقوله، جمهور نادي الزمالك هو السر في الفوز. دايما بهتافاته وحماسه ودعمه بيعرف يحرك الصخر، وبيشحن المعنويات، وبيبعت رسائل كتير للعيبه، وبيبعث الروح كمان داخل كل فرد في الفريق، سواء النتيجه كانت في صالحنا او ما كانتش في صالحنا. عشان كده هو ماتش محلي ولا افريقي، نادي جمهور نادي الزمالك مش هيتوصل. الناس اللي حجزت في مباراه الاتحاد اللي اتاجلت راحت على طول عشان تحاول تحجز في مباراة سجرادة. هو ده جمهورنا اللي هيكون كعادته كلمة السر في تحقيق الفوز الخامس على التوالي، وقطع خطوة كبيرة جدا إن شاء الله نحو بلوغ الأدوار الإقصائية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال ماتش طبعا سجرادة الأنجولي بعد بكرة إن شاء الله. يعني أكيد بنتمنى للفريق كل التوفيق، عندنا ثقة كبيرة في أداء الفريق، وعارفين إن هم يكونوا قد المسؤولية. النهارده بقى في فقره سهم وقوس هيكون منورنا وهيشرفنا كابتن علاء كمال نجم نادي الزمالك السابق، وحديث خاص جدا طبعا قبل مباراه الزمالك وسجرادة الانجولي والاداء الفني المميز لابناء ميت عقبه مؤخرا، كلام كروي مهم جدا في الثلث الاخير من الحلقه، استنونا. دلوقتي بقى خلونا نروح لفقرتنا اقرا الخبر. دلوقتي خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الرياضيه في فقره اقرا الخبر، ونبدا فقرتنا من عند معتمد جمال اللي عقد طبعا جلسه مهمه مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعيه امبارح على ملعب حلمي زامورا، استعدادا طبعا لمواجهه سجرادة الانجولي في كاس الكونفدراليه الافريقيه. واتكلم معتمد جمال مع اللاعبين عن الاحداث الاخيره الخاصه بمواعيد المباريات للفريق، وتاجيل مواجهه الاتحاد السكندري في الدوري، وتقديم موعد مباراه سجرادة، وطالبهم بعدم الانشغال بهذه الامور والتركيز فقط في التدريبات بجديه. واكد القائم باعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضروره الاستعداد بجديه لمواجهه السبت امام سجرادة الانجولي من اجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصله مسيره الانتصارات طبعا في الكونفدراليه الافريقيه والوصول للنقطة التاسعة. وشدد معتمد جمال خلال حديثه على ثقته في إمكانيات وخبرات لاعبي الزمالك في التعامل مع أي مباراة، وفي نهاية الجلسة شرح بعض الأمور الفنية اللي هيتم طبعا التدريب عليها استعدادا للمباراة المرتقبة.
كمان وضع الجهاز الفني للفريق برنامج تأهيلي خاص للاعبين خلال المران امبارح، وتم التركيز خلال هذه الفقرة على رفع المعدل البدني للاعبين وفقا للبرنامج الموضوع ليهم واللي تم تنفيذه تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق. وأدى لاعبو الفريق عدة تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة بجانب خوض فقرة تدريبات بدنية بالكرة. كمان حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة على التواجد في مران الفريق امبارح، وده من أجل طبعا دعم ومساندة الفريق قبل المواجهة المقبلة أمام سجرادة الأنجولي. وتطمن أحمد سليمان من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق على كافة التفاصيل والترتيبات طبعا الخاصة بالاستعداد للقاء بطل أنجولا. كمان شهدت تدريبات الفريق امبارح مشاركة يوسف إبراهيم أوباما صانع الألعاب استعدادا لمواجهة سجرادة الأنجولي المقبلة، وده بعد ما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة اللي تعرض ليها في مباراة سوار الغيني الأخيرة، وكانت عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي. وشارك أوباما في الفقرة التأهيلية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على جاهزيته من قبل الجهاز الطبي للفريق. كمان شارك محمد عبد الشافي ظهير الأيسر للفريق في التدريبات الجماعية امبارح، وده كان بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص اللي خضع ليه لعلاج الإرهاق العضلي. وشارك محمد عبد الشافي في جميع فقرات المران سواء البدنية والتأهيلية بجانب طبعا الخططية والتقسيمة الفنية. ونختم الأخبار، وأدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران امبارح استعدادا طبعا لمواجهة سجرادة الأنجولي في الكونفدرالية الإفريقية، وشهدت هذه الفقرة تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة طبعا بخطة اللعب تحت قيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني. وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب من خلال تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، وحرص معتمد جمال على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين وتصحيح طبعا بعض الأخطاء خلال التقسيم. بعد ما خلصنا أخبار الزمالك خلونا دلوقتي نروح للقاء خاص مع مهاجم الزمالك المتميز واللي طبعا يعني أثبت نفسه بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت، كابتن ناصر منسي، علشان يكشف فيه كواليس وتصريحات أكيد مهمة لنادي الزمالك. خلونا نروح نشوف كده اللقاء ونرجع لحضراتكم مرة تانية، نرجع بعد التقرير ده مرة تانية. تحياتي لجماهير نادي الزمالك في كل مكان، وتحياتي طبعا لجمهور متابعين نهارك ابيض في كل مكان ونهاركم ابيض دايما بخطين حمر. معانا النهارده نجم من طراز خاص، نجم الفرصه جات له ولسه هتجيله، ورقه من الاوراق الرابحه واحدى مكاسب نادي الزمالك الهامه في الفتره اللي فاتت وان شاء الله في الفتره المقبله. كابتن ناصر منسي، برحب بيك واهلا بيك على قناه نادي الزمالك. اهلا بيكي، انا برحب بيكي وبرحب بقناه نادي الزمالك العظيمه دي. كابتن ناصر، يمكن هنتكلم في كذا نقطة، يعني يمكن محتاجين كلام من حضرتك ويمكن جمهور نادي الزمالك مستني كلامك النهاردة. قولي ازاي مستوى الفريق اختلف، واللي بشكل ملحوظ احنا يعني شفناه كابتن معتمد جمال كان ليه اثر كبير جدا على فريق نادي الزمالك في الفترة الاخيرة. التعليمات او اكتر التعليمات في التدريبات اللي كنت بتشوفها من كابتن معتمد جمال؟ طبعا كابتن معتمد جمال مدرب كبير جدا، ويعني انا ما كنت في منتخب مصر، كابتن معتمد يعتبر هو اللي مربيني، يعني انا وانا في نادي الشمس من 5 6 سنين كنت مع كابتن معتمد جمال في منتخب 97 ومنتخب الاولمبي هو كابتن شوقي غريب. وكابتن معتمد يعني عارف مين ناصر منسي كويس، زي ما بقول لحضرتك كده هو مربيني. بس يعني
طيب واحنا كمان عارفينك كجمهور نادي الزمالك، احنا كمان عارفين كابتن ناصر منسي وعارفين مكاسبه، اللي ان شاء الله احنا عارفين لسه ما فيش كل حاجه، لسه في اكتر واكتر واكتر، لكن خلينا نتكلم عن ماتش بيراميدز والتطور، وقول ان ده كانت نقطه فارقه لنادي الزمالك، وعن التحول الجغرافي والتاريخي اللي شفناه والاداء والنتائج الرهيبه اللي شفناها مع كابتن معتمد جمال بعد ماتش بيراميدز. كلمنا عن كواليس مباراه بيراميدز خصيصا يعني. طبعا مباراه بيراميدز مباراه كبيره، طبعا فرقه بيراميدز فرقه كبيره جدا، والحمد لله ربنا وفقنا، اللي انا كنت مركز قوي في ماتش بيراميدز ده بالذات، ده قبل نهائي يعني بطوله، ماتش بيراميدز ده بطوله، والحمد لله ربنا كرمني ونزلت كافئت وعملت اللي عليا واديت والحمد لله يعني كسبنا ووصلنا عقبال النهائي بقى ان شاء الله باذن الله. كابتن يمكن كمان محتاجين نعرف منك يا كابتن، مش هنقول المنافسه بينك وبين سيف الجزيري قد ما هنقول ان انتوا بتكملوا بعض. دايما المنافسه مطلوبه طبعا بين اللعيبه وبعضها في اوضه اللبس وفي الملعب وفي كل مكان، لكن خلينا نقول ان دايما كنا بنتكلم عن الشكل الفني وعن وجودك في البوكس وعن وجود سيف الجزيري، لكن كل مباراه بتختلف عن مباراه، في مباريات بنحتاج فيها اتنين راس حربه، وفي مباريات ثانيه بنحتاج كابتن ناصر منسي، في مباريات اخرى بنحتاج سيف الجزيري. قول لي حتى المنافسه اللي بتشوفها دي او الشكل ده بتشوفه ازاي وبيأثر عليك ازاي؟ طبعا هو سيف الجزيري لعيب كبير جدا، وانا اتمنى ان انا بلعب جنبه، نجم في منتخب تونس طبعا وفي نادي الزمالك، دي شرف ليا كبير ان انا بلعب جنبه، انا هو بنلعب، هو يلعب، انا العب، سامسونج يلعب، اي حد يلعب فينا، اهم حاجه مصلحه الفريق، اللي يلعب يأدي يعمل اللي عليه يعمل دوره، ما عندناش مشكله احنا الثلاثه، انا العب، سيف يلعب، سامسونج يلعب، اهم حاجه مصلحه الفريق، المصلحه عامه كلها. وربنا ربنا يكرمنا في اللي جاي، وان شاء الله الفتره الجايه صعبه، دي فتره هتعدي ان شاء الله، واللعبه كلها انا شايفها مركزه في افريقيا وفي الدوري، وان شاء الله نقدر نفرح جمهور نادي الزمالك، الجمهور العظيم دوت من احسن جمهور في افريقيا طبعا، وبصراحه يعني انا بشكرهم جدا على وقفتهم معانا الفتره اللي فاتت دي كلها، وبتمنى لهم بقول لهم يعني بيساندونا بشكل كويس، وان شاء الله نقدر نفرحهم الماتشات الجايه كلها باذن الله، وان شاء الله زي ما انا بقول لك كده نفرحهم باذن الله. انا كنت هكلمك عن دور الجمهور، بس الحقيقه واضح ان دور الجمهور قوي جدا لدرجه ان انت يعني جاوبت قبل ما انا اسالك. جمهور نادي الزمالك جمهور عظيم، واحنا عارفين ان هم في المدرجات انتوا بتبقوا موجودين وبيحصل حماس، واحنا بنشوف حتى مع علو صوت الجمهور بنشوف اختلاف كمان في الاداء وفي الطريقه، ولا انا عايز اكسب، حتى جمهور الزمالك من الجماهير اللي عندها عاطفه قوي معاكوا كلعيبه، بيشوفك حتى لو انت لا قدر الله ما حصلش مكسب، لكن بيقدر قوي ان انت قمت بواجباتك كامله على ارض الملعب. طبعا زي ما انا بقول لك ده برضو الجمهور طبعا بنسبه جمهور مع المكسب كبير طبعا لينا، الجمهور ده بيسندنا، الجمهور ده احسن جمهور زي ما بقول لك كده في افريقيا وفي كل حته بصراحه، يعني انا كنت واحد منهم في رؤى. عايزين برضه نتكلم دور كابتن رؤى برضه مهم جدا في نص الملعب، ويمكن تألق كبير يا كابتن ناصر، لكن خلينا نتكلم برضه في همسه في اذن حضرتك حصلت من كابتن معتمد جمال في كواليس مباراه معينه احنا كلنا شفناها، يعني ما تخبيش، هو قال لك ايه؟ لا هو طبعا الناس كلها اصلا بتقول اي كلام وخلاص، اللي انا مثلا حد فينا رد على كابتن معتمد بتاع همسه حلوه، يعني انت كنت قاعد، لا كان في همسه حلوه، يعني في همسه لطيفه حصلت مع كابتن معتمد جاي، حتى مسكر كان معاك برضو في ايوه بالظبط، ما انا سمعت برضو في حد قال لك ده الناس اللي بره دي قالت لفظ قالت مش عارف، لا ما فيش الكلام دوت، كابتن معتمد مدرب كبير طبعا و ما فيش اي حاجه حصلت، يا ما تزعلوش يعني، هو ممكن يكون بيكون بيدعمكم، ما تزعلوش لسه الماتشات كتير، وما تزعلوش ووقتكم جاي والكلام ده، بس ده كل الكابتن معتمد اتكلم فيه. كابتن يمكن
ببسط قوي لما بنسمع كلمه انك زعلان وانت قاعد على الدكه، يعني دي حاجه كويسه انك تبقى عايز تشارك في الملعب، لا مش عايز تبقى موجود وخلاص، انا مش موظف، لا ده انا لعيب وبلعب داخل نادي الزمالك. ويمكن دي من اهم المكاسب اللي بنشوفها في ارض الملعب، انك تكون عايز تلعب، انت محتاج تلعب لنادي الزمالك، ما انتش جاي تقعد وخلاص. ودي الحاجات اللي بيلمسها جمهور نادي الزمالك ويمكن من سر تعاطفه ومساندته ليكم. بالظبط، هو اي لعيب طبعا نفسه يلعب ونفسه يكون موجود في نادي الزمالك، نادي كبير طبعا، ويلبس التيشيرت بتاعه. يعني انا بحب نادي الزمالك من صغري وعشره، وكنت زي ما اقول لحضرتك زي انا كنت انا زي الجمهور دوت، وكنت بتفرج والواحد على نفسي بطلع كل حاجه عشان خاطر نادي الزمالك طبعا، عشان نادي الزمالك ده العشق، عشقي. يعني انا زملكاويتك كويس قوي يا كابتن، بس خلينا بقى نتكلم عن دور كابتن شيكابالا، الدور المهم والقيادي اللي بنشوفه بقى جوه الملعب معاكو لما انت بتكون موجود، وكمان الدور في اوضه اللبس وعلى الخطوط لما يكون لا قدر الله حصل اي دروب للفريق، بيكلمكم بيقول لكم ايه؟ كلمنا بقى، قول للجمهور كده كابتن شيكابالا بيقول لك ايه لما يحس انت مش مشارك وعايز تشارك، ايه المسانده، ايه لو لقى خطا في الملعب اثناء التمرين او اي حاجه، ايه دور القيادي في الموضوع؟ لا، هو كابتن شيكابالا مفيش كلام، كابتن شيكابالا قائد، كابتن شيكابالا يعني حاجه كده من الحاجات الجميله. كابتن شيكابالا لعيب كبير طبعا، ما فيش كلام عليه، قائد في الملعب وقائد بره الملعب وقائد في كل حته بصراحه، وما شاء الله. يعني مش انا اللي هتكلم على كابتن شيكابالا طبعا، كابتن شيكابالا ايه؟ طب لما مثلا خلينا نقول مثلا، عارف انك انت يعني مش عارف تقول كل حاجه، بس عايز اقول لك لو انت مش مشارك مثلا، ايه مثلا الكلمه، اشهر كلمه قالها لك كابتن شيكابالا، احلى كلمه قالها لك بشكل داعم طبعا؟ يعني احلى كلمه قالها لي ماتش بيرن بصراحه، قال لي يا ناصر والله هتنزل تكسبنا وهتجيب جون قبل ما تجيب جون، قبل ما اجيب جون قال لي هتنزل تجيب جون، و الماتش بتاع بيراميدز وسبحان الله نزلت جبت جون، قال لي هتكسبنا والحمد لله زي ما هو قال. السنه الماتش اللي فات قلت له يا كابتن شيكابالا والله العظيم هتجيب جون ارتو، قال لي بجد؟ قلت له والله هتجيب. يعني كابتن شيكابالا برضه بيتوقع، يعني هو توقع، هو متوقع، أيوه. بيبقى واقف في الملعب وعارف انه هيجيب جون، وتوقع ان ناصر منسي هينزل وبرضه هيجيب جون. بالظبط، على الماتش اللي فات دوت قلت له هيجيب جون وبتاع، والله العظيم وجاب جون فعلا ار2، عشان كده ما جالي بعد الجون، وربنا يكرمنا الفترة الجاية إن شاء الله، اللعبة كلها مركزة وربنا وفقنا بإذن الله. كل التوفيق يا كابتن، وبشكرك جدا على اللقاء ده. ويمكن دي كان أنا حاولت بس يعني نعرف منك شوية أسئلة كان الجمهور بيسألنا، فقلنا ناخد لقاء مع كابتن ناصر منسي وهو يرد بنفسه. الجمهور ده بصراحة أنا حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي أنا، عشان أنا كنت يوم في الأيام أنا كنت واحد زيهم، كنت بقعد في المدرج من صغري وأنا عشت نادي الزمالك طبعا، وحب في نادي الزمالك وعيلتنا كلها زملكاويه واخويا وكلهم عشنا الزمالك بصراحه. كابتن طبعا اضافه لنادي الزمالك، ونادي الزمالك طبعا طول عمره اضافه لاي حد بس يعدي من السور جنبه. شكرك جدا يا كابتن على اللقاء. ربنا يخليك، شكرا. يعني بنشكر طبعا الزميله علا القائد على التقرير ده، والشكر طبعا برضو موصول لكابتن ناصر منسي، وكان ليه الحقيقه كلام مهم جدا، وكلامه كان بيدل على قد ايه بقى في فعلا تفاهم داخل ملعب نادي الزمالك، وقد ايه في حب بينهم وبين المدير الفني كابتن معتمد جمال، واكيد دور شيكابالا المهم اللي اتكلم عنه، الفرصه اللي كابتن معتمد بيديها للعيبه الصغيره او اللعيبه اللي لسه ممكن نقول عليهم صاعدين، وفي منافسه ما بينهم حلوه وروح حلوه ما بينهم. حتى اتكلم ناصر كمان عن لما كابتن معتمد راح واتكلم معاهم وقال لهم لسه وقتكم جاي وما تتضايقوش، ده يعني كل ده بيدل وبيعكس قد ايه ملعب نادي الزمالك بقى في تفاهم كبير قوي، وفي حب بينهم وبين المدير الفني، وحب بينهم وبين بعض كمان. يعني حقيقه كان تقرير مميز جدا، ودلوقتي بقى خلونا يعني نطلع لفاصل سريع ونرجع بعديه علشان نبدا معاكم فقرتنا العالميه، استنونا. اهلا بيكم من جديد، ونبدا نهارك عالمي من عند ليفربول، واللي حقق انتصار صعب ومهم على شيفيلد يونايتد بنتيجه 2-0 في الجوله ال 15 من الدوري الانجليزي. صلاح شارك في المباراه من بدايتها وقدم اداء مميز،
ولكن تم استبداله في الدقيقة 66، وده طبعا كان علشان كلوب يريحه هو وبعض لاعبي ليفربول علشان ضغط المباريات اللي طبعا بيمر بيه ليفربول مؤخرا. سجل أهداف ليفربول لفان دايك في الدقيقة 37 بعد صناعة من أرنولد، وسوبوسلاي في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضايع بعد عرضية من داروين نونيز. خليني أقول لكم إن أرنولد بعد الأسيست اللي قدمه في الهدف الأول وصل لصناعة الهدف رقم 75 ليه مع ليفربول في كل البطولات منذ بداية ظهوره في أكتوبر 2016. ومفيش لاعب حالي في ليفربول بيسبقه في صناعة الأهداف غير محمد صلاح صاحب ال 129 أسيست. بالفوز ده ليفربول بيواصل مطاردة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي، وليفربول حاليا في المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين بس عن أرسنال المتصدر. أما شيفيلد فيونايتد فهو في المركز الأخير في جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 5 نقاط. ليفربول عنده لقاء مهم قوي يوم السبت اللي جاي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي علشان طبعا يحاول يفوز ويضغط على أرسنال أكتر، واللي هتكون عنده مباراة صعبة أمام أستون فيلا على أمل طبعا تعثر أرسنال وحصول الريدز على الصدارة. ونروح لتصريحات يورجن كلوب بعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد. وكلوب اتكلم بعد المباراة وقال ان هم حصلوا على الثلاث نقاط في المباراة وهو ده المهم. نروح لمباراة مانشستر سيتي واستون فيلا، والسيتي بيواصل السقوط الحر والتعثر من جديد في الدوري الانجليزي بخسارة مفاجأة امام استون فيلا بنتيجة 1-0 في الجولة ال 15 من الدوري الانجليزي. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ليون بايلي من مهارة فردية رائعة الحقيقة بعد مراوغ دفاع السيتي، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 74. على غير المعتاد في مباريات السيتي، أستون فيلا ظهر مسيطر على رتم المباراة وظهر بأكتر من فرصة خطيرة، وكان يقدر ان هو يسجل من بداية اللقاء. وبشكل عام أستون فيلا كان أفضل من مانشستر سيتي امبارح واستحق الفوز والثلاث نقاط الحقيقة. مانشستر سيتي بيتعثر للمباراة الرابعة على التوالي بعد ثلاث تعادلات بتيجي الهزيمة أمام أستون فيلا علشان تصعب موقفهم في جدول الترتيب بشكل كبير، وتدي الفرصة لكل المنافسين إن هم ياخدوا نفسهم مع اتساع فارق النقاط لصالحهم. في مفارقة غريبة خلوني بقى ايه اقول لكم عليها، وهي وان هي الخساره الثانيه للسيتي في الدوري الموسم الحالي والخساره الثالثه في الموسم الحالي. المباريات الثلاثه اللي خسرهم السيتي غاب فيهم رودري لاعب وسط الملعب، وكان غياب رودري هو كلمه السر في خساره السيتي طبعا لمباريات في الدوري الموسم الحالي. وبشكل عام يا جماعه مانشستر سيتي اخر اربع مباريات خسرها في كل البطولات كانت كلها في غياب رودري برضو. بالخسارة دي مانشستر سيتي بيتراجع مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي للمركز الرابع برصيد 30 نقطة، أما أستون فيلا بيوصل للنقطة 32 وبيصبح في المركز الثالث بفارق 4 نقاط فقط عن أرسنال المتصدر ونقطتين بس عن ليفربول صاحب المركز الثاني. الحقيقة حتى الآن أستون فيلا بيقدم موسم ممتاز تحت قيادة مدرب محترم جدا اسمه أوناي أميري، واللي عمل فرق كبير قوي وعمل فريق كمان كبير وقوي وقدر ان هو يقتحم التوب 3 في جدول ترتيب البريمير ليج. نروح لقمه الاسبوع بقى والبريمير ليج طبعا بين مانشستر يونايتد وتشيلسي. مانشستر يونايتد بيتقدم الحقيقه وبيقدم اداء مختلف جدا عن اللي قدمه امام نيوكاسل في الجوله اللي فاتت، وبيقدر ان هو يحقق انتصار مهم جدا على تشيلسي بنتيجه 2-1 على ملعب أولد ترافولد في الجولة ال 15 من الدوري الإنجليزي. يونايتد بدأ بالتسجيل في الدقيقة 19 عن طريق ماكتوميناي لاعب خط وسط يونايتد، بعدها عدل تشيلسي النتيجة عن طريق كول بالمر في الدقيقة 45، وبيرجع يونايتد ويسجل تاني هدف ليه في الدقيقة 69 عن طريق ماكتوميناي برضو علشان يكون هدف حسم المباراة وتحقيق الثلاث نقاط. المباراة شهدت إهدار برونو فرنانديز لضربة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة 9 واللي تصدى ليها سانشيز حارس طبعا مرمى تشيلسي. خليني أقول لكم على رقم مميز حققه يونايتد الحقيقة، ومانشستر يونايتد كملت في سلسلة اللا هزيمة أمام تشيلسي على ملعب أولد ترافولد.
يونايتد وصل للمباراة رقم 10 على ملعبه أمام تشيلسي بدون هزيمة ولمدة 10 سنين. آخر انتصار لتشيلسي على يونايتد في مسرح الأحلام كان في 2013، وبشكل عام يا جماعة يونايتد آخر 6 سنين في الدوري ما خسرش أمام تشيلسي، لأن آخر انتصار لتشيلسي على يونايتد في الدوري كان في 2017. بالفوز ده ارتفع رصيد يونايتد للنقطة 27 في المركز السادس في البريمير ليج بفارق 3 نقط بس عن السيتي صاحب المركز الرابع. أما تشيلسي فتجمد رصيده عند 19 نقطة بيحتل بيهم المركز العاشر في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن برنتفورد. ونروح للدوري الفرنسي، وليون بيواصل السقوط وطبعا يعني الغرق في الدوري الفرنسي، وبيخسر من مارسيليا بنتيجة 3-0 في لقاء مؤجل من الجولة العشرة. طبعا المباراة كانت اتأجلت قبل كده بسبب إصابة فابيو جروسو المدير الفني لليون بعد التعدي على أوتوبيس ليون قبل المباراة من جماهير مارسيليا. فابيو جروسو رحل عن تدريب ليون الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج، لأن ليون في المركز الأخير من ترتيب الدوري الفرنسي، وتولى تدريب ليون المدرب الفرنسي بير ساج بشكل مؤقت، وسجل أهداف مارسيليا في المباراة فيتينيا في الدقيقة 21، ميشيل موريو في الدقيقة 25، أوباميانج في الدقيقة 55. والحقيقة أن نجم المباراة الأول كان هو أوباميانج، واللي صنع الهدف الأول والتاني وسجل بنفسه الهدف الثالث، واللي كان السبب الرئيسي في تحقيق الفوز على مارسيليا امبارح وقدم مباراة كبيرة جداً. خليني أقول لكم إن دي هي المباراة السادسة على التوالي على ملعب فيلودروم، ويعني كانت طبعا ملعب مارسيليا اللي بيخرج بيها بكلين شيت وما بيستقبلش أهداف، وده أفضل سجل لي من سنة 1998، ودي أول مرة بتتفوق مارسيليا على ليون في 3 مباريات متتالية بالدوري الفرنسي. كمان دي هي أكبر خسارة لليون من مارسيليا من 29 سنة تقريبا من 1994. الفوز ده رفع رصيد مارسيليا للنقطة 20 في المركز الثامن، أما ليون فبيستمر في المركز الأخير برصيد 7 نقط بس. خليني أقول لكم برضو على رقم سلبي وكارثي، يعني كارثي طبعا بالنسبة لنادي ليون. تاريخيا مفيش أي فرق في الدوري الفرنسي أو أي فريق في الدوري الفرنسي فضل يعني كان عنده هبوط أو فضل في الدوري الفرنسي بعد ما حقق 7 نقاط فأول طبعا 14 جولة. ليون النادي التاريخي في فرنسا اللي حصل على الدوري 7 مرات، طبعا مهدد بالهبوط في نهاية الموسم بعد تحقيقه ل7 نقاط بس بعد الجولة 14. وحرفيا ليون محتاج معجزة علشان يقدر يقف على رجليه ويصحح وضعه. خلونا بقى دلوقتي نروح نظبط ساعتنا ونتعرف على أبرز مباريات اليوم. أهلا بيكم في الشارع الأبيض. جمهور الزمالك في المدرجات دايما بيكون مختلف، روح وتشجيع وحماس، مفيش أجمل وأوفى من كده. أغاني جمهور الزمالك دايما بتكون ليها شكل مختلف في المدرجات. إحنا في نهارك أبيض نزلنا الشارع وسألنا جمهورنا إيه أكتر هتاف أنت بتحبه لجمهور الزمالك. طبعا كان في أجوبة مختلفة جدا، خلونا نروح نشوف رأي جمهورنا في الشارع الأبيض ونرجع لكم مرة تانية. لك اخوات في الروح والدم، اسالك سؤال كده زملكاوي، قول لنا بقى ايه اكتر هتاف بتحب تشوفه في مدرجات الدرجه الثالثه يمين التاريخيه لجمهور الزمالك؟ يا في هتافات كتير جدا جميله، في زمالك يا عمري يا حته من قلبي، زمالك يا وطن، كل دي هتافات جميله
وما اجمل فيما فيها ان الانتماء، انتماء الهتاف الجميل والجمهور الجميل اللي بيحيي الماتش، بيحيي الدوري، بيحيي افريقيا. فالجمهور ده 200% نادي الزمالك. هو على ايامنا طبعا احنا الجيل قديم شويه، يعني من ايام طبعا الثمانينات وايام الكابتن حسن شحاته طبعا وفاروق جعفر وعلي خليل والناس العظيمه دي. فكان يعني اشهر هتاف ان هو يا زمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه. طبعا بحب جمهور الزمالك، طبعا يعني شرف كبير لاي حد ان هو يكون زملكاوي. وطبعا زي ما انت عارف احسن هتاف اللي هو زمالك مدرسه لعب وفن وهندسه. بالروح بالدم نفديك يا زمالك، بالروح بالدم نفديك يا زمالك. في الكورف اسود، جمهور اسود، ورا الزمالك في كل استاد موجود دايما معاه، رحنا فداء بالنادي باسمه بكل بلاد الله. يا زمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه. يعني الحقيقة حماس وروح حلوة جدا من جمهور نادي زمالك في كل مكان وداخل وخارج الملعب وفي الشارع. الحقيقة يعني احنا بنتمنى اكيد كل التوفيق لفريق نادي زمالك في المباراة القادمة، ونشوف الجمهور ده داخل المدرجات ويعني يكون عندهم نفس الروح ونفس الشغف والحب لنادي زمالك زي ما دايما احنا بنشوفهم. ان شاء الله يوم السبت في ماتش سجرادة نشوف الجمهور ده، ونشوف كعادة جمهور نادي زمالك بيقدم ملحمة جماهيرية في منتهى الجمال. خلونا بقى دلوقتي ندخل داخل نادي الزمالك علشان ناخد لايف من داخل النادي، من داخل النادي مع زميلنا العزيز والمتألق مراد ابو جلال من قلب 100 عقبه علشان نعرف منه الجديد داخل مدرسه الفن والهندسه. يا مراد برحب بيك، وماذا لديك اليوم؟ صباح الفل عليكي زميلتي المتألقة والمتميزة دائما وأبدا نادين تيسير، برحب بيكي، برحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة الزمالك العزيزة في كل مكان. بالتأكيد يا نادين من داخل نادي الزمالك، وهيكون معنا اليوم الكابتن عصام هلال مدرب قطاع الناشئين بنادي الزمالك للحديث حول مباراة الهامة يوم السبت القادم الزمالك وسجرادة في الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. كابتن عصام برحب بحضرتك، بنقل لك تحيات زميلتي المتألقة نادين. بصبح عليك يا مراد، وبصبح على نادين، وبصبح لكل الزملكاويه. طمنا بقى يا كابتن، وجهه نظرك الفنيه ايه في المباراه القادمه الزمالك وسجراده الجوله الثالثه؟ هل الزمالك هيؤكد ان شاء الله صعوده؟ وشايف في الطريقه اللي هيلعب بها كابتن معتمد جمال ايه الماتش؟ هل يلعب بطريقه 4-2-3-1 الطريقه الاخيره، ولا حضرتك شايف من وجهه نظرك الفنيه؟ والله يا مراد انا شايف من وجهه نظري ان الكابتن معتمد ما شاء الله، يعني هو راجل اعتمد على الواقعيه، اعتمد على اشتغل بالطريقه اللي تناسب الكواليتي اللي معاه، وهو ده اللي كنا مفتقدينه الفتره اللي فاتت. ما فيش حد، كل الناس بتلعب في مركزها. الراجل بيعمل سيناريوهات للمباراه وماشي كويس جدا الفتره اللي فاتت، واتمنى انه ان شاء الله باذن الله تكمل على خير. عندنا مباراتين سجراده هنا في القاهره، وعندنا مباراه ثانيه هناك ان شاء الله باذن الله، يبقى المباراتين دول ان شاء الله يبقى الزمالك صعد والامور ان شاء الله استقرت بالنسبه لدوري المجموعات ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن عصام، شايف الاستقرار الفني اللي عامله كابتن معتمد جمال اللي هو حط كل لعيب في مكانه يا كابتن، شايفها ازاي من وجهه نظر؟ والله هو ده ما انا بقول لك يا مراد، هو الراجل جه اتعامل بواقعيه، هو الراجل ابن من ابناء نادي الزمالك، كل الدعم طبعا للكابتن معتمد وللجهاز الفني كله. ان شاء الله باذن الله يعني الواقعيه اللي هو شغال بيها دي هو ده اللي كان مطلوب لنادي الزمالك في التوقيت دوت. بناخد كل مباراه المطلوب منها ايه وعايزين ايه من المباراه بنشتغل عليه، والحمد لله الدنيا ماشيه تمام الحمد لله. يعني شايف يا كابتن عصام التوازن اللي عامله كابتن معتمد جمال، يمكن في بعض الاخطاء الدفاعيه اللي كانت في الفتره الماضيه بدات تتصلح، وايضا في شراسه هجوميه من الفريق، شايفها ازاي الحته دي؟ شفنا ده مراد، وكان على ارض الواقع احنا في اخر مبارتين كلين شيت، وده هو ده هو ده الفريق البطل اللي هو بتقدر تحافظ على شباكك وبتقدر تجيب تحرز هدف واثنين، وده حصل في اخر مبارتين. كابتن معتمد كان لعيب كبير، كان بيلعب في الحته الدفاعيه دي واشتغل عليها واشتغل على الاخطاء الدفاعيه، وشفنا ان في تحسن كبير ليها، وان شاء الله باذن الله برضو الفتره اللي جايه يبقى افضل يبقى احسن. الراجل بيشتغل بالمتاح بالنسبه له، واتمنى ان الامور تبقى احسن وافضل لنادي الزمالك في الفتره القادمه ان شاء الله. تالق اكتر من لعيب زي كابتن حمزه المسلوسي، زي طبعا سامسون اكينولا الفتره الاخيره، شايفها ازاي كابتن من وجهه نظر؟ هو بس كل اللي عمله كابتن معتمد ان هو ادى الثقه للعيبه،
شفنا واحد واثنين وثلاثة كانوا مش موجودين من الفترة اللي فاتت، ما كانواش موجودين في الملعب، ابتدوا ياخدوا وابتدوا يبقوا فارقين جدا مع نادي الزمالك، زي سيد نيمار، زي حمزة المسلوسي، بسم الله ما شاء الله، يعني اتطور كتير جدا، بقى حاجة يعني انا وجهة نظري الفترة ديت هو يتقال عليه من افضل الاجانب، بعد ما كنا بنقول وبنتكلم لا وفي مشكلة، راجل دلوقتي من اهم العناصر اللي موجودة في نادي الزمالك. بيعمل لك كذا حل يا كابتن، يعني حمزه المسلوسي ممكن يلعب سيرد باك، ممكن يلعب باك يمين، ممكن يزيد بيعمل النزعه الهجوميه والنزعه الدفاعيه ممتازه عنده، يعني يا كابتن برضو شايف التطور في المستوى ده ايه سببه؟ طبعا هو في نقطه مهمه جدا ان حمزه المسلوسي عنده مرونه تكتيكيه، ان هو ممكن يلعب في كذا مركز، بيجيد في الباك رايت، بيجيب في السنتر باك، بيجيب في نص الملعب، بيكمل في الهجمات، بيعمل معاك فرق في الضربات الثابته، بقى عنده ثقه كبيره ما شاء الله، الكوره بتطلع من رجله ما فيهاش ميس باص. طبعا وده ينطبق على بعض اللاعبين اللي كانوا بعيد الفتره اللي فاتت واشتغلوا دلوقتي. ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لك يا مراد ان احنا عندنا برضو زي ما قلت قبل كده وباكد على الكلام، ان عندنا في قطاع الناشئين كنوز موجوده في نادي الزمالك، ان شاء الله باذن الله ياخدوا الفتره الجايه الثقه. عندنا كابتن معتمد بيبص وبيجي يتفرج على المباريات بتاعه الناشئين، ولسه مصعد رفاعي ومصعد محمد صلاح وعلي ياسر وعبد الله اللي بيلعب 10 لعيب كويس جدا جدا جدا، فان شاء الله باذن الله ربنا يكتب الخير، وان شاء الله نشوف زمالك جديد، والفتره الجايه يبقى في تدعيم في شهر 1 ان شاء الله ربنا يكرمنا، وموضوع القيد يخلص، المشكله بتاعته تخلص، وتقدر تدعم كمان، الموضوع هيختلف معاك لحد اخر السنه ان شاء الله. عندنا كابتن ان شاء الله مباراه مع النادي الاهلي 2005 يوم السبت القادم، شايفها ازاي؟ والله انا عايز اقول لك يا مراد ان اقوى فرقه في مصر 2005 بتاعت نادي الزمالك، فرقه قويه جدا، فرقه كان في 2005 وكان في 2006، السنه دي ضمت ال 2005 على الستة، فالسكواد اللي موجود دلوقتي قوي جدا ل 2005، ان شاء الله باذن الله انا باكد لك ان شاء الله الماتش ده ان شاء الله الزمالك هو اللي هيتفوق فيه ان شاء الله. كابتن عصام دايما بتنورنا. الله يكرمك يا مراد، تسلم يا جميل، كتر خيرك، شكرا يا مراد، شكرا ليك. يعني يا زميلي العزيز نادين تيسير، ده كان لقاء هام مع كابتن عصام هلال طبعا مدرب قطاع الناشئين بنادي الزمالك، اتكلمنا فيه عن المباراه الهامه امام سجراده الانجولي، ايضا عايزين نقول كل الامنيات الطيبه لفريق يد نادي الزمالك اللي هيقابل النادي الاهلي يوم السبت القادم في مباراه كاس السوبر المصري، ان شاء الله كلنا امل في رجاله كوماندوز كره اليد اللي دايما مشرفين ومنورين نادي الزمالك دايما، كل الامنيات الطيبه ان شاء الله. نادين الان هطير اليك من نادي الزمالك الى استوديو نهارك ابيض، ودائما وابدا نهارك ابيض يا نادين. مشكورك شكرا جزيلا زميلي العزيز والمتألق دائما وأبدا مراد أبو جلال، والشكر طبعا موصول لكابتن عصام هلال مدرب قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك. دلوقتي بقى خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم بعد دي في فقرة سهم وقوس، واللي هيكون منورنا فيها النهاردة طبعا نجمنا كابتن علاء كمال نجم نادي الزمالك السابق. استنونا بعد الفاصل. اهلا بيكم من جديد، وصلنا لاخر فقرات برنامجنا فقره سهم وقوس، وبنرحب طبعا ومنورنا النهارده كابتن علاء كمال نجم نادي الزمالك السابق. برحب بيك يا كابتن ومنورني النهارده في النهارده. انا مبسوط ان انا معاكي جدا. انا بشكرك جدا كابتن. اكيد في البدايه لازم هسالك عن فريق نادي الزمالك، وهسالك عن تقييمك لاداء الفريق طبعا بعد تولي كابتن معتمد جمال للفريق، وخصوصا من بعد مباراه بيراميدز مرورا طبعا لغايه مباراه اسوار الغيني. شايف الفريق ازاي؟ تقييمك ايه للفريق؟ طبعا في البدايه انا سعيد بالتجربه يعني عموما، ومبسوط ان كابتن معتمد جمال واخد الفرصه دي ومكمل. انا قلت كذا مره قبل كده ان اتمنى ان المدرب المصري ياخد فرصه، حتى لو كان المدرب الاجنبي عنده مميزات، ممكن عنده حاجات جديده بيقدمها او عنده شخصيه مختلفه. بس انا مبسوط ان كابتن معتمد جمال مكمل، عنده رؤيه وعنده هدوء، في استقرار في نادي الزمالك على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري، فده مدي افضليه لنادي الزمالك، وده شايفينه في الملعب بالنتائج من اول مباراه بيراميدز لحد المباراه الاخيره، شايفينه في الملعب الحمد لله. وفي تفاهم كبير قوي بين كابتن معتمد جمال وبين اللعيبه، يعني تحس ان هو ان هم واخدين على بعض من اول يوم. هو يعني قريب يعني برده ارجع واقول ان المدرب المصري برده عنده يعني موضوع اللغه بتفرق اكيد، ان هو بيعرف يتكلم مع اللعيبه، بيعرف يوصل الاسلوب بتاعه للعيبه بسهوله، غير لما في برده مترجم، موضوع برده ساعات بتبقى ايه فيها شويه صعوبه. لكن كابتن معتمد الحمد لله عامل اداء بشكل كويس جدا، عامل حاله مختلفه في نادي الزمالك، تحس ان جماهير نادي الزمالك والناس كلها عندها هدوء. فالحمد لله ان هو قدر يوصل الثقه دي لجماهير نادي الزمالك. دي حقيقه. ولكن كتجربه انه مدرب مصري، انت شايف ان هي تجربه ناجحه؟
يعني لحد الان يعني لحد دلوقتي هي تجربه ناجحه يعني ان شاء الله تفضل مكمله وياخد فرصه اكبر علشان برضو يعني هو ممكن يكون الناس بتبقى قلقانه شويه. انا قلت قبل كده الناس بتبقى قلقانه شويه المدرب المصري عشان المدرب الاجنبي بيبقى شويه مش فاهم قوي ما بيسمعش كتير ما بيشوفش اخبار فما بيتاثرش لكن المدرب المصري ممكن يتاثر شويه لكن كابتن معتمد جمال ماشي بخطه ثابته ممكن يكون هو خلاص مركز الجهاز الفني اللي معاه باللعيبه الكبار عاملين حاله كويسه جدا جوه الفرقه وجوه اوضه اللبس فدي مهمه قوي ان هو يفضل مستمر على كده هتلاقي الاداء يعني بينعكس على اداء اللعيبه في الملعب على اللعيبه اكيد طبعا. طب لو بنتكلم على كابتن معتمد جمال شايف ايه هو اهم الملامح الفنيه لكابتن معتمد جمال؟ هو اهم حاجه كان نادي الزمالك عنده مشكله في الناحيه الدفاعيه أكيد. دي كانت واضحه جدا قبل ما هو يمسك الفرقه. الموضوع بقى يعني دلوقتي اتغير بشكل كبير يعني وهو كمان بحكم ان هو اصلا كان مدافع فالموضوع برده اكيد هيدي خبراته برده اللي هو اكتسبها في طريقه لعبه لخط الظهر. هو النادي الزمالك ما عندوش ازمه في الحته الهجوميه دي واضحه يعني ما عندوش مشكله خالص. هو كان عنده مشكله في الحته دي في وسط الملعب ساعات مع بعض الغيابات والاصابات لكن الحمد لله دلوقتي هو ابتدى يعالجها بشكل كبير. الخطوره على نادي الزمالك في الحته الدفاعيه قلت بشكل كبير يعني مع وجود عواد وثباته برده في حراسه المرمى فلا الموضوع الحمد لله فارق كتير مفيش قلق خالص من الناحيه الهجوميه خالص على نادي الزمالك باللعيبه الموجوده قدامي يعني. طب احنا يا كابتن علاء بنتكلم في نهارك ابيض دايما بنقول ان احنا حاسين ان في الروح رجعت تاني داخل الفريق الروح او الروح المعنويه المرتفعه وطبعا التفاهم ما بينهم زي ما قلنا في بدايه الحلقه بقى في تفاهم وروح. شايف ان دي من اهم العوامل لفريق نادي الزمالك ان هم ينجحوا؟ اكيد يعني بتفرق مع اللعيبه اكيد طالما في استقرار جوه اوضه اللبس في النادي مفيش قلق مفيش مشاكل مفيش الحاجات اللي كانت بتحصل من فترات قريبه هتلاقي الموضوع بينعكس على اللعيبه في الملعب. اللعيبه مش شغله نفسها باي حاجه غير ان هي تركز جوه الملعب. مظبوط. هو كمان كابتن معتمد برده عامل الحاله دي برده يعني مخلي اللعيبه كلها بتحب بعض تحس ان في اللعيبه قربت شويه من بعض اوضه اللبس كلها ما بقاش فيها القلق اللي كنا بنسمعه من بعض الناس يعني في الملعب والناس اللي بتلعب والناس اللي ما بتلعبش تحس ان مفيش حد متضايق من الحته دي فده برده اكيد فارق في الملعب كتير جدا مع اللعيبه اللي بيلعب واللي بيبتدي واللي بيقعد احتياطي اللي بيتبدل واللي بيطلع بره الماتش كل دول هتلاقي الناس كلها بتحب بعض هتفرق كتير جدا 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 مع نادي الزمالك لان اللعيبه الحته الفنيه ما عندهمش فيها مشكله. مظبوط. دي كانت كلها حته نفسيه مشاكل اداريه كل دوت اللي كان بيأثر غير كده الحته الفنيه لا هايلين بصراحه نادي الزمالك فتره كبيره. لا والحقيقه فعلا احنا بنشوف لما بيكون في استقرار مع نفسي للعيبه بنشوف اداء مختلف تماما عن اي اداء في اي وقت تاني فحقيقه اكيد بتفرق مع اللعيبه بشكل كبير. ولكن خليني اسالك على قرار تاجيل مباراه الاتحاد السكندري شايف القرار ده ازاي يا كابتن؟ ده اكيد كان لازم يتاجل طبعا لان نادي الزمالك كان هيلعب النهارده الخميس بعدين عنده المباراه لو المباراه كانت الحد كان ممكن عادي يلعب مباراه الاتحاد النهارده لكن طالما المباراه اتقدمت بقت يوم السبت لا هتبقى صعبه جدا يلعب خميس ورايح الجمعه ويلعب السبت فكان ضروري التاجيل يعني كان ضروري جدا وعشان كمان المباراه اللي جايه مباراه مهمه جدا. مظبوط. يعني هتفرق بشكل كبير جدا 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 لو نادي الزمالك خد الثلاث نقط بتاع المباراه دي اعتقد بنسبه 90% هيبقى في هيعدي خطوه المجموعات الحمد لله. دي حقيقه ولكن اللعيبه برده زي ما بنقول يا كابتن هم بيمروا بضغط بدني كبير لانه عندنا ضغط مباريات بتيجي ورا بعض كلها فاللعيبه بالتاكيد عندهم ارهاق بدني أكيد. فشايفه القرار تاجيل ده كان في صالح اللعيبه ان هم يلحقوا يريحوا شويه او لو في يعني حاجه استشفائيه محتاجين ان هم يعملوها شايف ان هو كان في مصلحتهم وان احنا ازاي بقى يتم تجهيزهم للمباريات المقبله. هو لازم اصلا يبقى فيه على الاقل راحه بين المباراه واللي بعدها من يومين لثلاثه ده لو احنا بنلعب مباريات متتاليه ما كانش اكتر يعني لكن دلوقتي بحكم طبعا نادي الزمالك بيلعب في كذا بطوله فكان طبيعي قوي ان هو يعني ياخد راحه بين المباراه دي والمباراه اللي فاتت. اللي انا عايز اقوله برده ان نادي الزمالك كلاعيبه ما عندوش الكم الكبير من اللعيبه اللي تقدر تلعب باستمرار المباريات قريبه من بعض لان هو طبعا احنا موضوع القيد اللي واقف مأثر شويه على عدد اللعيبه الموجوده فالموجودين اللي بيلعبوا هم دول بس اللي موجودين فلو هم فضلوا يلعبوا باستمرار كده هتبقى في اصابات كتير هتبقى الحاله البدنيه مش تبقى احسن حاجه والمهم ان نادي الزمالك يلعب في افريقيا يعني برده الدوري المصري ممكن مباراه تتاجل زي فرق كتير بتاجل لها مباريات فنادي الزمالك انه يلعب بطوله افريقيا الاول ده احسن لان كان الوقت بين المباراه بتاعت النادي الاتحاد كانت قريبه جدا فما كانش ينفع يلعب في خلال يومين بس مباريات 90 دقيقه ودي 90 دقيقه هتبقى صعبه جدا فان هو يتاجلوا المباراه ده شيء طبيعي ده شيء طبيعي بسبب ان هم قدموا المباراه بتاعت افريقيا يعني. طب هل يعني تجهيز اللعيبه بيفرق محل لو في مباراه محليه عن مباراه قاريه؟
لا هو المفروض لا يعني المفروض ان طالما نادي الزمالك بينافس على كل البطولات وبيلعب على المكسب دايما في كل الماتشات فمفروض ان ده الريتم الطبيعي بتاع الفرقه يعني ان هو يلعب دايما على المكسب فما اعتقدش ان كابتن معتمد جمال بيفرق بين المباراتين بدليل ان هو قال ان انا كده كده بجهز اوريدي مباراه الاتحاد ولما اتاجلت كملت برضو التدريبات عادي بنفس القوه علشان مباراه افريقيا فما اعتقدش ان ده بيفرق في التدريب نفسه يعني. طب يعني احنا لو هم كانوا متجهزين بشكل ما لمباراه محليه بعدين فجاه لقوا نفسهم ان هم امام مباراه قاريه، شايف ايه اللي هيتم تغييره في التمرين او كتجهيز للعيبه يعني؟ كان ممكن لو كان نادي الزمالك كان لعب مباراه الاتحاد في الدوري كان ممكن يبقى فيه راحه لبعض اللاعبين اللي لعبوا المباراه الاخيره في افريقيا، كان ممكن يريح كام لعيب مثلا، لكن طالما خلاص المباراه بتاعت نادي الاتحاد اتشالت ممكن على فكره التشكيل يتغير، ممكن يرجع تاني يلعب بنفس اللعيبه اللي كان هيلعب بيها المباراه بتاعت افريقيا عادي جدا ما كانش هيريح حد، يلعب بقى طبعا نادي الزمالك هيلعب على المكسب بيلعب في ملعبنا اللعيبه اللي نحب بالذات الحته الهجوميه عند نادي الزمالك دايما فيها تغيير كتير لان احنا عندنا عدد كويس جدا في الحته اللي قدام ممكن يلعب بنفس تشكيله المباراه الاخيره بتاعت افريقيا بالظبط لان هم عملوا مباراه كبيره عوده اوباما برده للفريق المباراه دي عبد الشافي كان تعبان شويه برده رجع الناس دي هتفرق كتير جدا برده المباراه الجايه عشان نادي الزمالك يخلص من بدري ما نخشش في حسبه يعني في أيوة حسابات ثانيه من بعد المباراه اللي جايه يعني مظبوط طيب ولو احنا بنتكلم عن المباراه انت شايف ان مباراه سجرادة دي في حاله فوزنا بالمباراه ان شاء الله نفوز طبعا هيكون ممكن نقول ان احنا ضمننا التاهل للربع النهائي يعني بنسبه 90% بنسبه 90% ممكن نادي الزمالك يبقى ضمن لان احنا في مباراه هتلعبيها تاني هنا في ملعبك اللي هي المباراه اللي احنا المفروض طلعنا لعبناها بره هنا في القاهره وكسبناها اللي هي اللي فاتت ممكن المباراه اللي جايه هتطلعي تاني تلعبي بعد المباراه دي هتطلعي تلعبي بره لو اخذتي نقطه واحده بس اعتقد نادي الزمالك كده بقى عدى دوري المجموعات بسهوله ان شاء الله يعني ان شاء الله طبعا بنتمنى اكيد ليهم كل التوفيق ولكن احنا لو بنتكلم عن لعيبه نادي الزمالك ان هم يعني كنا لعبنا سجرادة قبل كده في النسخه قبل اللي فاتت وكانت في بطوله دوري ابطال افريقيا ذهابا وايابا شايف ان ده ممكن يحط ضغط على اللعيبه بشكل كبير ان هم يكونوا عايزين يحققوا الفوز الاول ليهم يعني الكلام عشان مثلا يبقى فيه عقده او حاجه مثلا حصل وما حصلش تقريبا هو نادي الزمالك كسب الفرقه دي حتى في البطوله اللي قبل اللي فاتت اعتقد فممكن لا ممكن بس حاله نادي الزمالك الفتره دي يعني خلينا نتفق ان هي الحاله البدنيه والحاله النفسيه والحاله التركيز عاليه فما اعتقدش ان في فرقه هتيجي تلعب نادي الزمالك ان شاء الله هتاثر على ادائه باذن الله لو فضلوا ماشيين بنفس الشكل اللي احنا بنتكلم عليه دوت والتركيز والهدوء مفيش اي حاجه بتسمعيها بره دلوقتي نادي الزمالك كان دايما في مشاكل مش عارف ايه صواد لا لعيبه عملت مشاكل مش عارف حصل ايه ما خدوش الموضوع ده بيفرق بشكل كبير جدا في تركيز اللعيبه كابتن معتمد جمال يعني فارض حاله من الاستقرار بصراحه بوجود مجلس الاداره دلوقتي باللعيبه الكبيره اللي جوه الفرقه اللي دايما بقول ان هم ليهم دور كبير جدا في داخل اوضه اللبس اعتقد نادي الزمالك ان شاء الله لو فضل ماشي بنفس المستوى نفس الريتم كده ان شاء الله مفيش حد باذن الله يقدر يعطله يعني ان شاء الله طب من وجهه نظرك بقى يا كابتن علاء شايف ايه هي التركيبه المثاليه لنص الملعب عندنا داخل نادي الزمالك يعني الحمد لله لما جيت هنا المره اللي فاتت وقلت التشكيله الحمد لله كان عندي نسبه صواب كبيره يعني قلت حوالي 90% او 95% من التشكيله الاساسيه اللي كانت بتلعب اعتقد انها هتبقى فيها ثبات يعني زي ما هو محمود علاء مثلا والمسلوسي عمر جابر عبد الشافي دونجا وممكن جنبه رؤى او رؤى قدامه اوباما وزيزو وشيكابالا وقدام سيف الجزيره اعتقد ان دي تشكيله مثاليه لنادي الزمالك اعتقد ان هم دول اللي ممكن يلعبوا بشكل كبير ان شاء الله باذن الله يبقوا في حالتهم عشان دي اهم حاجه تركيز يبقى عالي ما نستهونش ان احنا بنلعب في ملعبنا او الخصم ما يكونش بالاسم الكبير في الكوره لكن ان شاء الله باذن الله من بدايه المباراه ومن بدري زي مباراه افريقيا اللي فاتت نادي الزمالك خلص المباراه من الاول يعني طب يا كابتن لو هنتكلم بقى على الناحيه الدفاعيه او يعني شايف برضو ايه هي افضل شيء في الدفاع ان احنا نلعب بثلاثة ولا نلعب باربعة لا يعني اعتقد ان نادي الزمالك جرب مع اسوريو في فتره طويله ان هو يلعب بثلاثه ما فيش ما نفعتش يعني ما مشيتش بشكل كويس لكن اربعه اعتقد ان لما نلعب باربعه في خط الظهر وجود اثنين ديفندرات اقوياء بيلعبوا في نص الملعب يعني عندهم الحته الدفاعيه قويه دي بتفرق اكتر ما يبقى عندك ثلاثه والموضوع بيبقى فيه شويه ثغرات كده في وسط الخط الظهر بالذات ولو انت مش فايق سواء بتلعب بثلاثه او بتلعب باربعه ورا لو انت مش في حالتك البدنيه والفنيه العاليه اصلا هتبقى هي عندك مشكله فهي طريقه اللعب يعني اما بتيجي تلعب بطريقه لعب بتشوف الاول مقاومات اللعيبه اللي عندك تقدر تلعبها ولا لا لو تقدر تلعبها ممكن تلعب بثلاثه مفيش مشكله تلعب باربعه لكن لو عندك مشكله في خط الظهر بقى لها فتره طويله انا اعتقد ان بنلعب باربعه يعني بتبقى افضل لينا طب لو هنتكلم بقى لو هتحط لنا التشكيل الكامل للفريق التشكيل الامثل من وجهه نظرك لمباراه سجرادة هيكون ازاي عواد ان شاء الله حراسه المرمى عمر جابر
المثلوسي محمود علاء عبد الشافي، الدونجا وجنبه روقه، قدامه اوباما، زيزو وسيف وشيكابالا. ده اكتر تشكيل انت شايف ان هو اعتقد ان ده افضل تشكيل لنادي الزمالك الفتره دي يعني. طب لو هنتكلم بقى عن يوسف اوباما وعن تالقه في الفتره الاخيره خصوصا بعد رجوعه من الاعاره، شايف اسباب تالقه ايه؟ هو اوباما اساسا يعني بصراحه من اللعيبه اللي كانت مميزه جدا في نادي الزمالك فتره طويله من فترات، كان من الناس المؤثره وكان بيجيب اهدافه، يعني من اللعيبه المميزه في نادي الزمالك. اعتقد ان عوده اوباما مديه تقل كبير جدا في هجوم نادي الزمالك دلوقتي. وهو بيلعب في كذا مكان، يعني اوباما عنده ميزه مش عند ناس كتير، ان هو يقدر يلعب تحت الفيرود او يقدر يلعب فيرود لو نادي الزمالك احتاجه. فلا يعني عوده اوباما اعتقد مديه تقل جدا في خط هجوم نادي الزمالك. وهو لما طول ما اوباما بيبقى مركز فعلا وفايق، لا نادي الزمالك بيبقى حالته كويسه، بيبقى حالته كويسه جدا، لان احنا المركز 10 ده اللي هو بيلعب فيه مش موجود كتير اصلا، مش في نادي الزمالك مش موجود كتير في مصر. فوجود اوباما في الفتره الاخيره بتالقه والاهداف اللي بيحرزها، لا اكيد اعتقد ان هو هيفرق ان شاء الله بشكل كبير ان شاء الله اكيد. طب لو جينا بقى لخط الهجوم، و انت الاول قولي برضو يا كابتن رايك ايه في عمليات التدوير اللي بيقوم بيها كابتن معتمد جمال؟ شايف ان دي في صالح الفريق، ولا شايف ان الروتيشن ده لا احسن ان احنا نثبت تشكيل نمشي عليه ما نغيروش؟ هو الروتيشن بيبقى غصب عن المدرب، يعني لو المباريات زي ما كنا بنقول في الاول اللي هي ورا بعض او عدد الايام قليل بين المباريات، فغصب عنه بيبقى في لعيبه مثلا محتاجه ترتاح او بتلعب على طول بصفه مستمره، فبتبتدي يريحها علشان يقدر يكمل الموسم من غير اصابات، لان اللعيبه اللي موجوده في الزمالك بموضوع عدم القيد ده قليله، فما يقدرش يفضل يلعب بنفس التشكيل ده لفترات طويله. لكن لو المباريات بعيده عن بعض او كده، لا يفضل مثبت تشكيل افضل، لان ده بيبقى بيخلق حاله تجانس بين اللعيبه. لو فضلت تغير كتير ممكن تغير واحد للاصابه، تغير واحد مثلا مستواه الفني مش احسن حاجه، حد عنده انذارات مثلا فغصب عنك. لكن لو انت في ايدك ان اللعيبه تفضل عندها التشكيل الثابت، اعتقد ان ده افضل، يعني ان احنا نثبت التشكيل ده الافضل لنادي الزمالك. ولكن ده مش ممكن يعمل مشكله في انه في لعيبه ثانيه يكون عندها احساس ان هم ما بياخدوش فرصتهم او ان هم مش قادرين يثبتوا نفسهم داخل الملعب؟ ما هو يعني بقى ده ذكاء اللعيبه نفسها، لان نادي الزمالك بيلعب في كذا بطوله، واللعيبه دي بتبقى المفروض ان هي عارفه ان هي يعني الزمالك مش هيفضل يلعب بنفس الشكل ده طول الماتشات، لازم يغير، ولازم في ناس هتلعب في الدوري وفي ناس هترتاح تلعب في افريقيا. وكابتن معتمد الصراحه بيعمل تدوير بشكل كويس، يعني ومش بيخلي حد متضايق، يعني هو مش بيخلي حد قاعد بره متضايق، اللي بينزل بيأدي وعايز يحجز مكان، فكل الناس بتطلع كل اللي عندها سواء في التدريبات او في المباريات اللي بتلعبها يعني. طيب احنا انت برضو لو اتكلمت معاك، شايف انه كابتن معتمد ممكن يلعب بسيف الدين الجزيري ولا ممكن يلعب بناصر منسي؟ اعتقد انا من وجهه نظري انا يعني سيف افضل مع المجموعه اللي بتلعب. سيف اولا عنده مهاره، عنده القدره ان هو يحتفظ بالكوره، عنده سرعات، يعني لا يعني سيف مع زيزو وشيكابالا واوباما اعتقد ان يبقى في تجانس اكتر. يعني ناصر لعيب كويس جدا وممكن يبقى ليه دور مهم مثلا في بعض الماتشات، لكن في التشكيل اللي انا بحكي لك عليه ده لا، لازم يبقى سيف الجزيري هو لازم يبقى سيف الدين الجزيري. طب لو احنا يعني احنا بنقول احنا عايزين نحسم مباراه سجراده، وان شاء الله يعني الفريق طبعا ان شاء الله ربنا يوفقه ويحسم المباراه، شايف ان رغبه كابتن معتمد في ان هو يحسم المباراه دي ممكن تخليه يلعب باثنين مهاجمين، ولا ممكن يكمل على نفس التشكيل اللي هو ماشي بيه؟ اعتقد التشكيل مش هيخرج بره المباراه اللي فاتت، يعني المباراه اللي فاتت اللعيبه اللي لعبت ادت اللي عليها، عملت مباراه كبيره جدا. ومن المميزات في المباراه اللي فاتت ان نادي الزمالك احرز هدفه الثاني في البدايه ومن بدري، ادى اريحيه لبعض اللعيبه. هو بقى ساعتها ممكن لو نادي الزمالك ان شاء الله قدر يخلص المباراه من بدري، في بعض اللعيبه ممكن ترتاح وفي لعيبه ثانيه ممكن تشارك. هو دي بقى الميزه، ان مثلا لما انت بتكوني بتلعبي في فرقه اللعيبه كلها حالتهم الفنيه عاليه، ممكن ناس ثانيه تدخل في وسط الحاله الفنيه دي تلاقيهم بقى كويسين، او ناس كتير ترجع مثلا من لو ما بيلعبوش مثلا بقى لهم فتره قدروا يلعبوا في وسط الحاله الفنيه اللي بتبقى في نادي الزمالك الكويسه، هتلاقي ما فيش فرق بين اللي بيلعب واللي ما بيلعبش. فاعتقد ان كابتن معتمد ان شاء الله يبقى التركيز على ان هو يخلص المباراه من بدري، بحيث ان هو لو عايز يريح بعض اللعيبه، لان المباراه زي ما بنقول ورا بعض، يبقى يريح بعض اللعيبه بالذات لو مثلا شيكابالا، عبد الشافي، الناس اللي شويه السن اكبر شويه من اللعيبه اللي حواليهم، ممكن يقدر يعمل الروتيشن ده اللي احنا بنقول عليه، بس في وقت من الاوقات مش دايما يعني، بس يعمله نادي الزمالك في حالته، لازم يبقوا كويسين، لازم يبقوا فايقين عشان يكسب، بعد ما يكسب يبتدي يريح بعض الناس يعني. دي حقيقه. طب وشايف ازاي برضو دور كابتن معتمد جمال في ان هو يعني بيهمه قوي حاله اللاعب النفسيه؟ شفناه مع ناصر منسي وشفناه دايما في المباريات بيكون هو واقف مع اللعيبه، وبنشوف دايما ما بينهم تفاهم. شايف الشيء ده من كابتن معتمد ازاي؟
هو كابتن معتمد الموضوع اللي بيعمله ده عشان انا لعبت كوره فانا عارف المدربين بتعمل ايه لما في لعيبه بتلعب ولعيبه ما بتلعبش. اللعيبه اللي ما بتلعبش دايما بتبقى حالتها مش كويسه، بتبقى متضايقه. لو هو قدر يعمل التوازن ده بين اللعيبه اللي بتلعب واللي ما بتلعبش وقدر يخرج اللعيبه ما بيلعبش من حالته هيطلع اكتر ما عنده. يعني اللعيب اللي تروح تتكلم معاه لو هو ما بيلعبش تروح تتكلم معاه، وعايز اقول لك ان هو معدي 50-60% من مستوى نادي الزمالك او الفرقه بشكل عام بسبب الحركه دي. ان يعني كابتن معتمد انا اتمرنت معاه قبل كده كتير وعارف ان هو شخصيه محترمه جدا وكويس قوي، والمدرب ما بيبقاش قاصد يقعد حد ويلعب حد، هو غصب عنه يعني مرتبط ب 11 لعيب لازم يلعبه، وهو بيشوف الاجهز والاحسن للمباراه. فهو لو قدر يعمل التوازن ده بين اللعيبه اللي ما بتلعبش واللي بتلعب هيفرق مع نادي الزمالك كتير، لان انت لما تيجي تحتاج اللعيب اللي ما بيلعبش ده هتلاقيه بيقدم 100%. اه طبعا طبعا كده. ودايما احنا بنشوف اللعيبه البدلاء يعني زي كابتن الونش، يعني احنا بنشوفه دايما بيأزر اللعيبه وبيحمسهم، وبنشوف يعني الحقيقه بيبقى فيه روح حلو قوي. وتقريبا يعني احنا لو هنيجي نتكلم هي الروح دي اللي خلتنا نكسب مثلا دوري 2014 طبعاً. ما كانش فارق معانا مين بيلعب، في روح حلوه دايما بنلاقي نتائج ايجابيه. طيب بمناسبه ده، شايف دور كباتن الفريق ايه داخل نادي الزمالك؟ طبعا كابتن شيكابالا، كابتن محمد عبد الشافي، شايف دورهم ايه مع اللعيبه وازاي بيفرق مع اللعيبه وجودهم؟ هو برضو اوضه اللبس، انا ارجع تاني ونقول اوضه اللبس دي مهمه جدا في الكوره. لو قدرت تسيطري عليها يعني خلي طلعي بره الموضوع المدير الفني، خلينا نقول ان المدير الفني مش موجود، خلينا نقول ان كباتن الفريق زي شيكابالا اللي هو طبعا اتغير 360 درجة. ده شيكابالا كان طول الوقت تركيزه، او الفنيات بنتكلم على شيكابالا الفنيات واللعيب المميز والحاجات دي، دلوقتي بنتكلم على شيكابالا كابتن الفريق اللي لامم اللعيبه وعامل دور ايجابي كبير جدا، هو عبد الشافي عمر جابر. الثلاثه الكبار دول او الثلاثه كباتن الفريق مفرقين بشكل كبير جدا مع اداء نادي الزمالك على فكره. يعني هتلاقي ان اللعيبه اللي برده حتى شيكابالا نفسه هتلاقي عنده هدوء بقى احسن، ما بقاش شيكابالا المتحمس اللي ممكن يحصل مشاكل او كده، لا لا بالعكس خالص، لان هو لامم من اوضه اللبس. والفتره دي فتره صعبه في نادي الزمالك لازم يعدوها ان شاء الله، يعني لو اللعيبه باذن الله عدت الفتره دي من غير ازمات لا نادي الزمالك ان شاء الله هيقرب من البطولات بشكل كبير جدا جدا الفتره الجايه ان شاء الله. طب بما اننا اتكلمنا برده على كابتن شيكابالا، شايف سر تالق كابتن شيكابالا ايه في الفتره الاخيره؟ طبعا هو دايما يعني كابتن شيكابالا احنا عارفين مستوى كويس، ولكن في اخر فتره بالذات في حاجه مختلفه، في تالق زائد عن الطبيعي، شايف اسبابه ايه؟ يعني شيكابالا طبعا فنيا محدش يختلف عليه طول عمره، من هو عنده 15 سنه في نادي الزمالك وهو الناس كلها كانت متنبئه ان شيكابالا ده هيبقى من افضل اللاعبين في مصر. يعني اعتقد ان حاله الاستقرار والهدوء اللي هو فيه مخليه الحته الفنيه طالعه بشكل اكبر. مزبوط. يعني هو عنده هدوء سواء بيلعب بيبتدي المباراه او ما بيبتديش. شيكابالا لو ما كملش بيلعب كان بتبقى فيها مشكله كبيره يعني. لكن دلوقتي هو حاسس بالمسؤوليه اكتر، حاسس ان هو كابتن الفريق اللي هو الناس كلها بتشيله كل حاجه، فهو حاسس ان هو عنده مسؤوليه كبيره. هو المدرب الثاني في اوضه اللبس، يعني دايما بنقول كابتن الفريق بيبقى هو المدير الفني بتاع اوضه اللبس. مزبوط. او بتاع الدكه او بتاع اللعيبه جوه الملعب يعني. فهو حاسس بالمسؤوليه وده اللي مخليه بينعكس على اداؤه بشكل كبير جدا جدا يعني. ولكن هو لسه قادر ان هو يعني يبذل اقصى ما في وسعه وجهده داخل الملعب. يعني في ناس احنا بنسمع بعض من الناس اللي هو لا خلاص كابتن شيكابالا كبر، لكن هو الحقيقه احنا لسه بنشوف اداء، هو بيرد، لسه بيسجل اهداف طبعا. مزبوط. هو بيرد على ناس كتير جدا جوه الملعب، اصل اللعيب مش بالكلام ولا بالتصريحات ولا الحاجات دي كلها. انا دلوقتي عندي الملعب وعندي 90 دقيقه وعندي فريق، لو بادي وبحرز اهداف زي ما هو بيعمل وبعمل مباريات بشكل على الناس خلاص طبعا. الناس كلها مش تتكلم عليه لان ما فيش اختلاف عليه جوه الملعب يعني. مظبوط. السن انا بقول طول عمري بالظبط. شفنا شيكابالا وعبد الشافي الاثنين فرقه واحده، الاثنين من افضل اللعيبه الموجوده في نادي الزمالك الموسم ده، فيعني اتمنى ان يفضلوا ان شاء الله باذن الله محافظين على مستواهم. كابتن عبد الشافي مش بس داخل الملعب، يعني هو كمان الحقيقه احنا بنشوف دايما منه مواقف يعني جميله جدا، وبنشوف لما نادي الزمالك احتاجه وهو ما ترددش ثانيه جدا. فالحقيقه يعني كباتن الفريق داخل نادي الزمالك هم يعني جانب مهم قوي واساسي قوي في اداء الفريق جوه الملعب. دي حقيقه فعلا، ده سر من اسرار قوه نادي الزمالك السنه دي على فكره، ان عنده كباتن فريق جوه الملعب فنيا كويسين جدا، وبره الملعب كمان هم يعني متحملين مسؤوليه فرقه كبيره زي نادي الزمالك. هو نادي الزمالك ده اسم كبير جدا، انك تشيل اسمه او تشيل شرط الكابتنه دي بتبقى مسؤوليه كبيره جدا. فعبد الشافي وشيكابالا الاثنين بيأدوا الدور بشكل كبير قوي قوي يعني. مظبوط. عذرا معلش نرجع تاني لموضوع حلقتنا اللي كان بيتكلم عن قرار تاجيل مواجهه الاتحاد السكندري بسبب طبعا لقاء سجرادة. خلونا نروح كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، والبدايه من عند احمد سمير
أكيد قرار في مصلحة الفريق لإراحة اللاعبين بوقت كافي قبل مواجهة سجرادة الهامة ولتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لخوض اللقاء الأفريقي وعدم ضغط اللاعبين. نتمنى التوفيق لنادينا والفوز من أجل اعتلاء صدارة المجموعة. عايشة الزمالك في قلوبنا، تحياتي ليك لأسرة البرنامج، بشكرك جدا. لمياء حسن، صباح الخير عليكي. قرار تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد قرار موفق وممتاز وبيصب في مصلحة الفريق لإراحة اللاعبين والتجهيز لمباراة سجرادة، وكل التوفيق للزمالك في كل المباريات القادمة. تحياتي ليكي ولكل فريق العمل، بشكرك يا لمياء جدا. محمود مجدي، صباح الخير عليك. أعتقد قرار التأجيل ده خطوة حلوة لزمالك، لأني إحنا متفوقين في الحتة الإفريقية دي، وهتكون خطوة حلوة للزمالك حاليا لأنه كل تركيزه على الكونفدرالية. بالتوفيق للزمالك. خالد أحمد، يعني احنا كده وصلنا للكومنتس بتاعت جمهورنا على السوشيال ميديا، اكيد بنشكرهم على الكومنتس دي. واكيد طبعا يا كابتن عايزه اعرف رايك برضو في قرار التاجيل. انت قلت طبعا ان انت شايف ان هو كان قرار مناسب، ولكن عايزك تدي بقى رساله لجمهورنا على السوشيال ميديا. جمهور نادي الزمالك مش محتاج الصراحه، يعني هو بيدي مثل كبير جدا لجماهير مش جوه مصر والله، يعني الجماهير اللي موجوده في العالم كله شوفوا جماهير نادي الزمالك بتقف ازاي في ظهر فرقتها طول الوقت، سواء الفرقه بتكسب او بتخسر، عندهم مشاكل او ما عندهمش مشاكل. فاعتقد ان جمهور نادي الزمالك ده هو الدرع الرئيسي للفرقه وللنادي، واللي هيفضل طول الوقت هو من افضل الجماهير الموجوده في العالم، بسبب ان هم فعلا ما بيتاثروش باي حاجه خالص، يعني سواء الفريق بيأدي بيكسب متفوق خسران هتلاقي جمهور نادي الزمالك ما بيسكتش من اول دقيقه لاخر دقيقه. فاتمنى ان هم يفضلوا مواصلين الدعم للفرقه لان هم محتاجينهم بشكل كبير الفتره الجايه. اكيد طبعا، يعني جمهور نادي الزمالك دايما واقف جنب الفريق واللعيبه، واكيد بنتمنى لهم كل التوفيق في القادم ان شاء الله من المباريات. ويعني نورتني جدا يا كابتن، وبشكرك لوجودك معايا النهارده بجد. بشكرك جدا. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده في نهارك ابيض. كان معايا كابتن علاء كمال، طبعا نجم نادي الزمالك السابق، كلام كان مهم جدا عن نادي الزمالك. اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة من نهارك أبيض.